وينضم إلينا هاتفيا الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي. أستاذ كريم، بعد التحية، كيف تقرأ انطلاقة النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بهذا الحضور المكثف من قبل شباب يمثلون 196 دولة، بالإضافة إلى ممثلين من مؤسسات ويعني هيئات دولية؟ حدث كبير وبارز على أرض مصر، أرض شرم الشيخ، مدينة السلام. كيف تقرأ بداية أهمية هذا الحدث؟ طبعا حدث مهم جدا ينتظره العالم أجمع، ويمكننا تلخيص هذا الانتظار في ما عبر عنه عدد من المسؤولين الأمميين اليوم في انطلاق المنتدى، عندما أفادوا بأنهم في انتظار توصيات هذه المنصة الملهمة لشباب العالم أجمع. الآن أصبح العالم أجمع في انتظار هذا الحوار الخلاق بين الشباب من مختلف الدول والقارات للتواصل والحوار حول أهم القضايا التي تشغل العالم من منطلق إنساني رشيد. وأشدد هنا على هذا المنطلق الإنساني الرشيد الذي تتبناه الدولة المصرية وتعمل على تحقيقه ونشره في مختلف الفعاليات، سواء على الأراضي المصرية أو عبر منصات أممية، ليكون نهجا بديلا عن أي نهج ضيق الأفق أو نهج سياسي يخص مصالح فئة أو دولة بعينها. اليوم شهدنا انطلاقة مثالية لمنتدى شباب العالم بعد يومين من جلسات الورش التحضيرية، وشهدنا كيف عبرت الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نجاحاتها في القطاع الصحي، ونحن بصدد الحديث عن عالم ما بعد جائحة كورونا، وكيف استطاعت الدولة المصرية عبور الكبوة الكبرى الخاصة بانتشار فيروس في بين المصريين، وتحول هذه الكبوة وهذه الأزمة الصحية إلى قصة نجاح، حتى باتت الدولة المصرية من وهي تعتبر الدول. تعتبر أستاذ كريم قصص نجاح ملهمة، يعني وتقدم نموذجا يحتذى به من قبل دول العالم. قبل الحديث عن هذه الإنجازات الكبيرة التي تحققت على مدار السنوات الماضية، يعني كيف تقرأ أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم؟ البعض المراقبين الذين يتأملون هذه الأجندة يصفوها بأنها أجندة العالم، يعني العالم كله وضع في أجندة خاصة. التحديات التي تواجه كافة الشباب وتواجه الدول والأنظمة في مختلف دول العالم، كيف تقرأ أهم العناوين في هذه الأجندة؟ كما قلت لك أن الدولة المصرية تطرح مشروعا إنسانيا رشيدا، صحيح، بديلا لكل المشاريع الجزئية أو الضيقة الأفق. وبالتالي عندما يتصدى منتدى شباب العالم لبحث ومناقشة والحوار حول عالم ما بعد جائحة كورونا، فهو يتصدى لأهم قضية تمس أمن واقتصاد وحياة شعوب العالم أجمع. صحيح. استطاع شباب العالم على الأراضي المصرية من خلال ورش العمل ومن خلال اليوم الأول أن يبادروا بأفكار خلاقة حول هذا المحور الرشيد، وكيف يمكن أن تكون الشركات الناشئة وريادة الأعمال إحدى الحلول السحرية لتعافي الاقتصادات في عالم ما بعد كورونا. صحيح. أيضاً المبدأ الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من أن مصر لم تكن خائفة. صحيح. من العمل في ظل هذه الجائحة، واستعدت لها باحترازات وإجراءات قوية، ولكنها لم توقف العمل، واستطاعت أن تقدم نموذجا يمزج بين الاحترازات القوية. صحيح. و استئناف الأعمال. هذا النموذج الذي تحدث عنه الرئيس السيسي اليوم هو بديل لفكرة الإغلاق.
صحيح، وبديل لفكرة في هذه النقطة تحديدا أستاذ كريم. يعني بمشاركة الرئيس في الجلسة الافتتاحية اليوم، يعني أثار ما بعد جائحة كورونا انذار للإنسانية وأمل جديد، هذا العنوان يعني كان لافتا ما أكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر استطاعت أن تطلق العديد من المبادرات الصحية، استطاعت أن تطلق العديد أيضا من الحزم الاقتصادية التي يعني كان العالم كله يتجه للإغلاق الكامل، لكن في مصر كانت حركة العمل والإنتاج تسير. هذه الإشارات التي أكد عليها سيادة الرئيس كيف تقرأها؟ أقرأها في ضوء الممارسة المصرية لكافة التحديات التي مرت بها. لو رجعنا إلى سنوات قليلة ماضية كانت الدولة المصرية تواجه تحديات كثيرة جدا، وكان أقصى المتفائلين يتوقعون لنا نموا بطيئا أو تعثرا مستمرا حتى يمكن أن نتخلص من هذه الأزمات والتحديات. نتذكر تحدي الإرهاب والتطرف، أين كنا وكيف أصبحنا. نتذكر كيف كانت الدولة المصرية على شفا الإفلاس ثم أصبحت نمرا في النمو الاقتصادي. صحيح. الدولة المصرية والنهج القائم حاليا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم على تحويل التحدي إلى فرصة، تحويل الأزمة إلى وسيلة للنمو، تحويل المحنة إلى منحة، يعني كما ذكر الرئيس إلى نجاح. من كان يصدق ما تحقق في ظل في تفشي فيروس سي تحول إلى قصة نجاح. الاستعدادات التي تم بناؤها أو اعتمادها أو اتخاذها في ظل هاجس كورونا جعل من القطاع الصحي المصري منيعا. صحيح. وجعل من البنية الأساسية الصحية المصرية مستعدة لأضعاف هذه الجائحة. نتذكر أيضا العامين الماضيين وكيف تم بناء أكبر مستشفيات ميدانية، صحيح لم تستخدم حتى الآن. صحيح. ولكنها رصيد لوجستي هائل. يعني الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، وهذا ما يدفعني لسؤالك أستاذ كريم حول العمل التنظيمي لمنتدى شباب العالم، لأنه الكثير منذ صباح اليوم يشيد بهذه الدقة المتناهية في التنظيم، بداية من حفل الافتتاح، استقبال الوفود، أيضا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا لإصابة لا قدر الله أحد الضيوف بفيروس كورونا. كيف يعني تقيم وتقدر هذه العملية التنظيمية التي لا تقل أهمية عن الفعاليات نفسها؟ هذا سؤال جيد جدا، يضعنا في مقارنة بين ما تتصدى له الدولة المصرية من تنظيم فعاليات كثيرة العدد، حضور لافت من 196 دولة، وبين اعتذارات دول كبرى عن استضافة أحداث رياضية وغير رياضية تخوفا من انتشار الفيروس أو كوفيد 19. الدولة المصرية استطاعت توظيف أحدث تكنولوجيات العالم في عمليات التعقيم والتطهير والتوزيع المطهرات والفيتامينات والأدوية على الحضور بشكل يقوم به روبوت متخصصة. صحيح. موزعة بانتظام على قاعات وساحات أنشطة المنتدى دون أي قلق على المشاركين، وبإشعار المشاركين أنهم في أمان وأنهم في ظل تنظيم احترافي، تنظيم يقوم على تفعيل التكنولوجيا وتوظيفها التوظيف الأمثل، بحيث لا يشعر المشاركون بأي ضغوط. وفي الوقت نفسه تقوم التكنولوجيا بتأثير فعال على التطهير والتعقيم ومواجهة أي أستاذ كريم فيروس في المكان. تابعنا منذ قليل أستاذ كريم افتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الرابعة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته. يعني هذا المسرح، أهمية دور الفن
في تقريب وجهات النظر والرؤى ما بين شعوب العالم، لا سيما الشباب، خاصة أنه إلى جانب الموضوعات المهمة التي تحويها أجندة المنتدى فيما يتعلق بالتحولات المناخية والأمن المائي والتحول الرقمي، دور الفن وصناعة الإبداع والثقافة محور في غاية الأهمية للتقريب ما بين شباب العالم. كيف تقرأ أهمية هذا المحور؟ بالفعل الإبداع ممثلا في الفن والثقافة وكافة الفنون الأخرى هو عنصر مهم لتقريب شعوب العالم. صحيح. وهو لغة تواصلية. صحيح. واحدة لا يحتاج إلى ترجمة. صحيح. الفن لا يحتاج إلى ترجمة، وإنما يعمل على توطيد أواصر الحوار بين شعوب وثقافات العالم، ويجعل من ممثلي شعوب العالم أسرة واحدة. رأينا انفعال وتأثير ومشاركة قوية من مختلف ممثلي شعوب العالم اليوم في مسرح منتدى شباب العالم. كأنها أسرة إنسانية واحدة في مكان بالفعل يا فندم. وهذا هو أيضا الهدف من المنتدى، نشر مجموعة من الرسائل التي تقوم على التعايش المشترك والحوار والتسامح، بديلا لخطابات مغرضة سادت خلال السنوات الماضية مثل خطابات الكراهية والتمييز والتطرف إلى آخر هذه الخطابات التي تفرق. منتدى شباب العالم برسالته الحضارية على أرض مصر هو منارة حضارية. صحيح. للإنسانية كما أشرت أستاذ كريم، يعني ألتقط منك هذه الجملة الأخيرة، هذه هي رسالة حضارية، رسالة حضارية من قلب شرم الشيخ إلى العالم كله، أن هذه الأرض تحوي الفن والثقافة والعلوم كما ذكرت. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ كريم عبد السلام الكاتب الصحفي.